ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم سيكا من سنة تالتة. النهاردة هنتكلم عن المحاضرة التالتة، بارت 2، موجودة في الدرايف. هو موجود في جزئين. المحاضرة التالتة بارت 1 اتاخدت، وبعد كده في المحاضرة الرابعة خدنا جزء باقي من المحاضرة التالتة. يعني هتلاقوا في الدرايف كده في ليكتشر 3 بارت 2، فالنهاردة هنتكلم عليها. طيب نبتدي. هو في الأول هنا، طيب في الأول هيفكرني بالميثود بتاعة الأجايل. فهما زي ما احنا شايفين كده 5. أول حاجة customer involvement، بعد كده incremental delivery، وال people not process، وال change، وال simplicity. تمام، طبعا احنا فاكرينهم من المحاضرة، من الفيديو اللي فات. طيب نخش على طول بقى في حاجة اسمها الأجايل project management. بيقول لي ايه؟ هو بيقول لي ان المانجمنت عشان اعمله في الاجايل هو صعب. طيب ازاي اعمل مانجمنت للبروجكت بتاعي بغض النظر عن النوع اللي انا بستخدمه؟ طيب هو بيقول لي ان حته المانجمنت ديت مش بتشتغل كويس في الاجايل. ليه بقى؟ لتلات اسباب. اول سبب ان الريكويرمنت بتاعتي بتبقى معموله انكريمنتال، والسوفت وير ديليفرد في شورت ورابيد انكريمنت. طيب تالت حاجة بقى ان في تشينج في الريكويرمنت والسوفت وير، ان التشينج في الريكويرمنت والسوفت وير بتكون نورم. تمام، طيب بيقولي عشان اقدر اعمل مانجمنت على البروجكت بتاعي اللي هو الاجايل، لازم هعمل حاجة. اول حاجة هخلي التايم والريسورس افيلبل للتيم بتاعي، وهزود برضو في حاجة في البروجكت مانجمنت، هزود حاجتين. هخليه يعمل ادابتد للانكريمنتال ديفلوبمنت، و هخليه يركز على النقط المهمة في الأجايل ميثود. تمام، اوكي، كويس جدا. ماشي، نبتدي في السكرام. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان السكرام دوت نوع من الأجايل ميثود، لكن هو بيركز على المانجنج اتريتيف ديفلوبمنت. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا بستخدمه في الاكس بي عشان ايه؟ عشان خاطر بيقدم لي او بروفايد مانجمنت فريم ورك للبروجكت بتاعي. طيب في تقسيمه كده انا عاملاها، البروجرامينج براكتس، في حاجه زي يعني انا مقسماهم في الورق، ما علينا. السكرام والبير بروجرامينج والتست فيرست ديفلوبمنت مالهم بقى؟ السكرام بينوت بريسكرايب اليوز اوف الايه، البروجرامينج براكتس، لكن البير بروجرامينج والتست فيرست بي ماله بي بريسكرايب اليوز اوف ايه، بتاع البروجرامينج براكتس. تمام تمام طيب بعد كده هنتكلم عن السايكل، سبرنت سايكل. تمام، اول بروسيس بتاعت السكرام زي ما انتم شايفينها كده اهو، هنتكلم عن اول نقطه اللي هي الاوتلاين بلاننج والاركيتكتشر ديزاين. بيقول لي ايه؟ في الخطوه ديت انا ببتدي احط خطوط عريضه للبروجكت بتاعي، هو المفروض يعمل ايه ومفروض يوصل لايه، واحط ديزاين مبدئي بسيط. تمام، كويس جدا. نيجي بعد كده في الخطوه ديت اللي هي الاسس. بيقول لي ايه؟ في الخطوه ديت انا ببتدي اقيم الشغل، ايه الفيتشرز اللي انا عايزاها عشان ابدا اعمل السيناريو بتاعي. طيب الخطوه دي مين اللي بيعملها؟ اللي بيعملها اليوزر والستيك هولدر. تمام، نخش دي خطوه السيلكت. بعدها بعد كده هنا ثواني هنقولها بعدين. الديفلوب، الديفلوب بقى ديت اهم مرحله. بيقول لي بعد كل مرحله تخلص ببتدي تطلع فيرجن جديده، بفضل كده لحد ما يخلص البروجكت معي. يعني بعد يعني بخلص المرحله بطلع فيرجن، وبعد كده وهكذا بقى كل شويه. طيب الريفيو، الريفيو دوت ان انا بعرض الشغل اللي انا عملته على الستيك هولدر وعلى اليوزر. طيب الحته بتاعه البروجكت ديت مالها؟ الحته ديت بعمل فيها ايه؟ الاخطاء اللي بتفاداها في الحته ديت. تمام اوكي. طيب نيجي بعد كده بيقول لي بقى السبرنت سايكل الصفات بتاعتها ايه هي او بتمشي ازاي. هما 5 خطوات. اول حاجه بيقول لي بياخد من 2 لـ4 اسابيع في اللفه الواحده، وبطلع فيرجن جديده. يعني اللفه الواحده بطلع فيرجن جديده بتاخد وقت قد ايه؟ من 2 لـ4 اسابيع. اوكي طيب لازم يكون لي fixed length time. طيب الحاجات دي بتتحط في ايه؟ بتتحط في حاجه اسمها product backlog. ايه هي البرودكت باكلوج ديت؟ بحط كل الورك بتاعي والريكويرمنت اللي محتاج انفذها فيها.
طيب بعد كده بيقول لي اول ما بنتفق بنبتدي نعمل الديفلوبمنت ونقسم التاسك، والتيم بينفصل عن الكاستمر ويكون في شخص واحد بس هو على اتصال مع الكاستمر، وفي النهاية بعمل ريفيو قبل ما ابدأ السايكل الجديدة بتاعتي. تمام. بعد كده هيتكلم لي عن السكرام ماستر، بيقول لي ايه؟ بيقول لي شبه فكرة البروجكت مانجمنت. في الحتة هنا بقى في السكرام ماستر بيقول لي ان البروجكت بيكون مسؤولية التيم كله، والسكرام ماستر بيسهل عليا الدايلي ميتنج وبيراقب الباك لوج ايه خلص وايه لأ، وبيسجل الديسيجن مش بياخد الديسيجن. ركز في الحتة دي كويس قوي، ان هو انا بسجل ايه الديسيجن اللي اتاخدت، مش اللي اتقالت. الديسيجن يعني القرارات اللي اتقالت وسط الاجتماع، لكن مش هاخد قرار، مش بياخد القرار. تمام. بعد كده بنشوف البروجكت اللي وصلت له وبيتواصل مع الكاستمر. بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها الستاند اب ميتنج. ايه هو الستاند اب ميتنج؟ ان انا بعمل ميتنج واحنا واقفين لمده 15 او 10 دقايق، بنكون فيه فوكس على 3 حاجات: خلصت ايه، المشاكل اللي عندي، هنعمل ايه. طيب، وبنكون برضو كلنا عارفين 3 حاجات. ايه اللي خلص وايه الفاضل وايه المشاكل. طيب ايه خلص؟ ديت احنا كلنا بنشير النولج بتاعتنا، ف عارفين ايه هو اللي خلص وايه الفاضل وايه المشاكل. يبقى 3 نقط اتكلمنا عنهم في الستاند اب ميتنج. بعمل ميتنج بيكون واحنا واقفين ومدته من 15 ل 10 دقايق. بنكون رقم 2، بنكون فوكس على ايه، خلصت ايه، المشاكل اللي عندك، هتعمل ايه. وكلنا بنكون عارفين 3 حاجات برضو: ايه اللي خلص، ايه الفاضل، ايه المشاكل. طيب بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها البرودكت باك لوج. بيقول لي ايه؟ بيقول لي لازم كل الناس تكون شايفه الباك لوج ديت، وهي عباره عن ليست بالحاجات اللي محتاجه تتعمل. كل دايل ميتنج بحط الفانكشن اللي انا عايزاها، وبعمل تجديد للورك بتاعي، واحط البريوريتي مع كل سبرنت جديده بتتعمل. طيب البرودكت باك لوج زي ايه؟ زي مثلا احنا نبقى حاطين زي ما بنعرف كده اللي هو بتبقى ايه النوتس الصغننه اللي احنا بنكتبها ديت وبنعلقها على الحيطه. مثلا انا خلصت الاسبوع ده كذا كذا كذا، فاضل لي اعمل كذا وكذا وكذا، طب في حاجه هنا حصلت، نفس الفكره ديت. تمام. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي السكرام بيدي اوفر فيو عامه. بعد كده هنتكلم عن الادفانتج. اول حاجه من الادفانتج بتاعتي ان البرودكت بتاعي انا باخده وبقسمه لاجزاء عشان خاطر انا اقدر افهم، اقدر اديره، وكمان اقدر افهم كل جزء عايز مني ايه وبيعمل ايه وكده. طيب بيقول لي ان التيم كله يقدر يشوف البروجكت بتاعي ويعمل عليه اكسس، وبذلك الكوميونيكيشن بينهم هيكون احسن. طيب بعد كده بيقول لي ان الكاستمر وقت التسليم بيقدر يشوف الانكريمنت اللي حصلت ويدي فيدباك عن الحاجه دي. تمام. بيقول لي بعد كده ان بيكون في تراست بين الديفلوبر والكاستمر بتتبني، وبتبقى في بوزيتيف كالتشر بين الاثنين، ان الاثنين بيشتغلوا وبيأملوا ان البروجكت بتاعي يشتغل ويبقى كويس يعني ينجح. طيب بعد كده هنتكلم السكرام فور ديستريبيوتد انفايرمنت. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان السكرام فكرته قايمه على ان التيم بيكون لوكيتد تيم. يعني ايه لوكيتد تيم؟ ان يكون اعضاء التيم في نفس المكان كل يوم. لكن كتير جدا من الحالات ان اللي موجود بيبقى حاجه اسمها ديستريبيوتد تيم. انا مش عارفه الانجليزي معايا النهارده ماله، ميت ترم بقى وكده، ما علينا. ديستريبيوتد تيم ان اعضاء التيم مش في نفس المكان، لكن بيكونوا في دول مختلفه عن بعض. فبذلك ان هو السكرام عكس فكره السكرام خالص، فلكن هم بيحاولوا يعملوا تجارب ان يخلوا الناس تقدر تشتغل بسكرام في حالات الديستريبيوتد ديفلوبمنت انفايرمنت. تمام. طيب بعد كده في بقى حاجه بسيطه كده، السكرام فريم ورك. هو بيكلمني عن الرولز. يعني بصوا كده، الرولز فيها 3 حاجات والسيريمونيز نحفظهم كده، يعني هما سهلين. وبكده تبقى خلصت اللي هي البارت 2. اقابلكم في الليكتشر 4 على خير ان شاء الله، ويا رب اكون افدتكم وتبقى كده الدنيا لذيذه معاكم. شكرا.